المشكلة بقالنا أسبوع، هي بقالها فترة لكن ازدادت أكتر من أسبوع، المية بتقطع عن البلد لدرجة إن الأسبوع ده قطعت يومين كاملين، الناس مش لاقية مية تشرب ولا الحيوانات ولا الطيور. جبت إن المية بيتباع بمبلغ وقدره، التجأنا للمسؤولين ما لقيناش أي إجابة. الإجابة إن قطع عندنا المية وحولوها لقرية تانية اسمها الشيخ عبادة. إحنا ما بين قرية اسمها البرشة ونزلة البرشة وقرية دير أبو حنس والشيخ عبادة، كل المسؤولين أهل سونا أولادنا كل الناس اللي ساكنة في البلد، إحنا محتاجين لنقطة مية. والحاجة التانية إن إحنا في الفترة دي عندنا مولد بتاع الأنبر شوي، مولد الأنبر شوي جاينا ناس من كل مكان، مش أقل من 15,000 على أنحاء الجمهورية كلها، مش أقل من 15,000 و 20,000 يبقوا عايزين لنا بدير البرشة. طب نتصور الناس اللي بالعدد الكبير دوت هيعيشوا ازاي؟ غير الاطباء اللي قاعدين في الجبانه محتاجين ميه. الى جانب مشكله الكهرباء اللي بتقطع 3-4 مرات في اليوم، برضه مشكله احنا بنعاني منها. الكهرباء بنقدر نستعوضها بالمولد، نستعوضها باي حاجه، لكن مشكله الميه بالذات صعبه علينا ان احنا نجيبها. احنا عانينا الامرين من سنين طويله، كنا بنشرب من الميه بتاعه الابار كلها املاح وكلها حاجات صعبة لدرجة عندنا في البلد هنا أمراض مزمنة. احنا عندنا حوالي 37 حالة أمراض خبيثة وفشل كلوي، وكل ده راضيين بيه. احنا عندنا نسبة إعاقة كبيرة في البلد حوالي 431 معوق في البلد. احنا عندنا نسبة التعليم هنا بسيطة جدا، بلد كبيرة 30,000 عندنا مدرستين. استحالة بلد زي دير أبو حنس عندها أكثر من 7 مدارس، واحنا عندنا في دير برشا مدرستين. بصراحه دير برشا عايزه نظره. قريه اسمها الشيخ عباده ليه؟ لان المحطه بتاعتهم تقريبا فيها مشكله ولا حاجه. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه عشان ياخدوا الميه بتاعتنا؟ ممكن تتحل بحلول تاني، يشوفوا الميه بتتسرب وتروح فين ازاي. الميه دي بتسقي الزرع. الناس حاليا بقالها اسبوع في دير برشا بتشرب من الميه بتاع الشفافيت. يعني كل الامراض اللي حصلتنا في السنين الماضيه بنرجع تاني نفس الماساه اللي كنا عايشينها.